فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل صائم فنسي، رجل صائم فنسي وقام بفعل العادة السرية ثم بعد ذلك تذكر أنه صائم، سؤاله: يبطل صيامه ولو كان، لأن حرام، العادة السرية حرام، فهو فعل محرما، وشهوة، أنزل الشهوة بطريقة محرمة، يبطل صيامه، عليه الإثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه قضاء هذا اليوم. نعم.